بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. زي ما حضراتكم عارفين متعودين معانا، النص الاول بيكون مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها، والنص الثاني بيبقى فيه فقره حواريه. فقرتنا النهارده بخصوص كره اليد في النادي الاهلي. طبعا كره اليد في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت حصل فيها كلام كتير وبطولات انجازات، وفي نفس الوقت كان في اخفاقات، كان في يعني حاله كبيره جدا حوالين كره اليد. يمكن السنه اللي فاتت ختمنا الموسم بكاس مصر فزنا بيه، السنه دي ابتدينا الموسم بدايه جيده ببطوله ابطال الكؤوس الافريقيه وفزنا فيها في مدينه اغادير في المغرب، رجعنا لعبنا ماتش السوبر خسرنا من نادي الزمالك، وايضا كان في مباراه جوله اولى في دوري السوبر لكره اليد، مش الماتش الاولاني سوبر افريقيا، المباراه الثانيه سوبر كره اليد، والنادي الاهلي ايضا خسر من نادي الزمالك. طبعا كان في كلام كتير، التعاقدات، اللعيبه، كان لازم يكون معانا يعني مسؤول كبير في كره اليد. معانا النهارده رئيس الجهاز الكابتن ياسر رملي. طبعا تساؤلات كتير، امور كتير هنطرحها معاه، ونتكلم عن الفتره اللي فاتت ونتكلم عن المستقبل في الفتره اللي جايه، توقعاته، الامور. حلقه انا شايف ان هي تهم طبعا جمهور نادي الاهلي، وتهم يعني 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 فئه كبيره من جمهور نادي الاهلي بتتساءل بشكل كبير عن كره اليد. ده هيبقى فقرتنا او النص الثاني من حلقتنا. النص الاولاني هي مجموعه من الاخبار زي ما قلت لحضراتكم، هبتدي بالانترو اللي انا مع حضراتكم فيه. في موضوعين الحقيقه حابب اتكلم فيهم، وده زي ما عودتكم بنجيب يعني موضوع او اتنين بنحط عليه الضوء بشكل كبير، لان بتبقى فيه زي رساله او امر او حدث مهم على الساحه. هنبتدي الاول ب حاجه تخص اتحاد السلاح. اتحاد السلاح طبعا في لغط كتير حصل على نتائج الاتحادات والمنتخبات واللجنه الاولمبيه والدوره الاولمبيه وللفرق اللي ما وصلتش اصلا اولمبيات، ولكن اتحاد السلاح الحقيقه من الاتحادات اللي ماشيه كويس، اللي رجع السلاح تاني للعبه او رجع لعبه السلاح تاني للعالميه. تصدرنا ترتيب عالمي في بعض المنافسات، رحنا الاولمبيات خدنا سابع في انجاز ما حصلش قبل كده للسلاح المصري. يعني قصد اقول ان في انجاز كبير جدا اتعمل في السلاح، وكان من الاتحادات اللي عملت انجاز كبير. مين اترأس الاتحاد؟ اترأس الاتحاد كابتن عبد المنعم الحسيني. والحقيقه ويبدو ان السلاح، يبدو ان رياضه السلاح يعني اخلاقياتها اخلاق الفرسان. اخلاق الفرسان، طبعا السلاح لعبه قديمه جدا وعريقه وهي مبارزه بالسيف. فطبعا احنا كنا نسمع انها لعبه راقيه ولعبه فيها يعني اخلاقيات عاليه، بس الحقيقه احنا لمسنا ده بالفعل. طب هتقول لي ازاي يا كابتن، ايه اللي حصل؟ احنا طبعا واحنا بنعد لحلقتنا فريق الاعداد طبعا اللي انا بتشرف بالعمل معاه اتصل برئيس الاتحاد عشان يشرفنا في حلقه مع الابطال، عشان طبعا نتكلم معاه في السلاح وازاي عاد بالسلاح من بعيد، حطه تاني في 3 4 سنين في العالميه. لا، وفي خطه كمان قادمه زي ما بيقولوا، خطه يعني شورت ترم بلان، انه يقدر يرجع تاني او يبتدي يحصد بقى اللي عمله في 3 4 سنين اللي فاتوا. كلمنا كابتن عبد المنعم الحسيني وطلبنا انه يشرفنا في الحلقه. الراجل الحقيقه بعد ما ابدا موافقه ورحب وقال انا طبعا يشرفني اكون موجود، رجع بعد كده الحقيقه اعتذر. لو تعرفوا سبب اعتذاره الحقيقه ده درس كبير جدا، درس الحقيقه يعني انا وقفت قدامه يعني مندهش. الراجل قال لنا يا جماعه انا داخل على انتخابات، انا احد المرشحين لانتخابات اتحاد السلاح، وفي مرشحين منافسين، هو دلوقتي رئيس الاتحاد وهو داخل انتخابات، وده وضع طبيعي حقه، وفي منافسين نازلين وده طبيعي حقهم. قال لك ما ينفعش اطلع دلوقتي، يبقى انا بستغل انجازات المنتخب السلاح او منتخبات السلاح اللي انا عملتها بستغلها انتخابيا للتاثير على الجمعيه العموميه. الله، بجد انا يعني انا لما اتقال لي كده واتبلغت بالكلام ده الحقيقه انا يعني نادرا، بامانه بتكلم بامانه، نادرا لما اسمع كده يعني قبل الانتخابات. وان هو رفض يظهر عشان ما ياثرش او يبقى بيستغل انجازات هو طرف فيها، هو اللي عمل او مش اللي عمل، هو من بلاش نقول الخصوصيه، ولكن احد اللي ساهمه في الانجازات دي، بيرفض يطلع في الاعلام قبل الانتخابات عشان ما ياثرش على الجمعيه العموميه وما بقاش هو مفضل عن المنافسين في شيء. انتوا متخيلين اخلاق الفرسان؟ يعني انا بجد نفسي اشوف، وده ايه مع اتحاد محقق نتيجه في الوقت اللي فيه بعض الاتحادات اللي مش محققه نتائج ولا تتوانى ابدا، ولا يتوانى ابدا الاتحاد او مسؤولينه انه يظهروا في الاعلام، وده حقهم برضه على فكره، ما بقولش ده غلط او ده صح، بس انا شفت
احنا مش بنقيم، ولكن انا شفت الحقيقه حاجه انا اول مره اشوفها في الاعلام الرياضي، وكانت حاجه جديده عليا، فكان لازم اشارككم فيها. كابتن عبد المنعم الحسيني رئيس اتحاد السلاح، وعلى فكره يعني مش محتاج اقسم ان هو لا يدري تماما ان احنا نتكلم في هذا الموضوع. يعني انا بقول لحضراتكم لا يعلم تماما ان احنا نتكلم، ويمكن يعني والله انا ما قابلته ولا اعرف شكله، يعني لو قابلته في الشارع مثلا ممكن ما اعرفوش، ولكن الموقف كان لازم اتوقف عليه، ولازم اقول ان فعلا اخلاق الفرسان ما زالت موجوده في الرياضه المصريه، ولازم نقتدي بيه الحقيقه. حاجه بسيطه، حاجه بسيطه، وهو على فكره ممكن يكسب، يعني ممكن يكون هو اقرب المرشحين للمكسب، ولكن شايفين الاخلاق، شايفين المنافسه الشريفه. انا بدعو طبعا الكل انه يقتدي بيه الحقيقه، ويقتدي بفكره، براجل بيشتغل وراجل في نفس الوقت مش عايز يميز نفسه، وعارف ان ده منصب تطوعي. لكل من هو داخل على منصب تطوعي، من فضلك لو ما عندكش جديد بعد اذنك سيب اللي عنده جديد يقدم حاجه، وده مش عيب، وده يعني حاجه يعني اكيد بتتماشى مع اخلاق الرياضيين. ده منصب تطوعي، انا ما يعني ما بجنيش من وراء اي شيء، بتقدم فيه. ما نجحتش، قعدت 8 10 12، انا اعرف ناس قعدوا 14 سنه ومفيش حاجه حصلت. طب يا فندم سيب الساحه لغيرك. انا حبيت اشارك حضراتكم في هذا الامر. هنروح لامر تاني يخص النادي الاهلي، الكره الطائره. الكره الطائره، اتحاد الكره الطائره، انتوا عارفين طبعا دي لجنه مؤقته بتدير الاتحاد، وخلاص الانتخابات داخله وبدات المرشحين تقدم اوراقها، وبيقدموا طبعا قوائم، وفي قوائم نازله، وفي مجموعه يعني قدمت ومجموعه لسه ما قدمتش. ولكن اللي توقفنا عليه امر غريب شويه. القيد، انتوا عارفين طبعا بيبقى فيه ميعاد، فيه ديدلاين للقيد، او يعني نهايه، او خط بعديه، او تاريخ ما ينفعش تقيد بعديه، نهايه القيد، نهايه القيد. بيبقى موجود في كره القدم، موجود في كل حته، كل الاتحادات. الاتحاد من فتره، اتحاد الكره الطائره واللجنه المؤقته، قدم او قال ان فيه القيد يقفل 1/10، يقفل 1/10. كل الانديه التزمت، النادي الاهلي ابعد قائمته والتزم، واغلب الانديه التزمت. فوجئنا بخطاب هعرضه على حضراتكم دلوقتي، خطاب ارسل لكل الانديه او كل اعضاء الجمعيه العموميه او كل المشاركين في الدوري الممتاز بمد فتره القيد. هذا هو الخطاب، بمد فتره القيد 14/10 لمده الاسبوعين. المستفيد الاول من هذا المد هو نادي الزمالك، قولا واحدا انا بقولها بقى كده، وايه عشان الناس تبقى ايه بكل صراحه، ما عنديش حاجه نخبيها. المستفيد الاول هو نادي الزمالك لقيد المحترف بتاعه كاميروني. طيب انا ما عنديش مشكله خالص على فكره، يعني ده يعني ده تنافس، وكمان في صفقات جديده جايه لنادي الزمالك، يعني هو مش المد كان اسبوع بس، لا ده اسبوعين، عشان صفقات لسه بيتعاقد معاها، ولاعب الكاميروني المحترف كمان متعاقد معاها. السؤال هنا، ماذا لو كان العكس؟ ماذا لو كان العكس؟ ماذا لو كان النادي الاهلي هو اللي محتاج وقت عشان يسجل؟ احنا على فكره ما بنعترضش، والله انا ما بقولش حاجه، انا بقول ماذا لو كان العكس؟ ماذا لو كان القيد تم مده اسبوعين عشان النادي الاهلي يسجل صفقاته؟ تخيلوا ايه اللي كان ممكن يتقال وممكن يتعمل؟ على فكره احنا ما عندناش مشكله خالص، احنا بنلتزم بالقوانين واللوائح، مد مش مد، قفل فتح باب، النادي الاهلي بيلتزم بكل القوانين واللوائح اللي بتتبعت له من الاتحادات. ولكن السؤال مطروح على حضراتكم، ماذا لو كان العكس؟ لو كان فتره القيد تم فتحها او مدها خصيصا للنادي الاهلي. وطبعا كان هيتقال كلام وهيتعاد، ولكن احنا بس بنحط ايه؟ ميمو. يا جماعه بصوا شايفين اهي، عشان يعني في مواقف بتحصل يقول لك اصل النادي الاهلي وبيحصل وبيسوي، والله العظيم احنا انا بقول الكلام ده، انا لعبت في النادي الاهلي وعارف. النادي الاهلي قبل كل سنه بيمسك اللائحه يقراها، وعلى فكره في كل الاتحادات، يعني شفتوا اتحاد السله بعد ما في قرار اتاخد انه يقلص عدد اللعيبه اللي اتقالات، والموضوع ده خلينا نتكلم ما اتحصلش الا بعد ما الاهلي عمل موسم تاريخي في انتقالات السله. بعد ما الاهلي جاب عمرو الجندي وعمر طارق وغيره وغيره وغيره، وجاب احمد حمدي من بره، وعمل تعاقدات خمس ست لاعبين كان السنه اللي فاتت. بعديها باسبوعين ثلاثه طلع اتحاد السله عمل قرار قال لك اي فرقه، اول الدوري ليه صفقه واحده، الثاني كان طبعا كل الافكار او كل الامور صراحه ان الاهلي هيكسب الدوري، فيبقى الاهلي الموسم اللي بعده ياخد ايه؟ صفقه واحده. يشاء المولى القدير ان النادي الاهلي ما ياخدش الدوري، ويبقى النادي الاهلي يجي الموسم اللي بعده يعمل له ثلاث صفقات تانيين. الانديه اللي كانت مرحبه بالقرار جم قال لك لا يا عم احنا عايزين القرار ده يعني يتم الغائه، وابتدي انا حر، انا عايز اتعاقد، انا عندي يعني لعيبه مشيت ولعيبه راحت جامعات ولعيبه اتصابت ولعيبه احتمال تحترف، لو سمحت الغي القرار ده.
لولا ان الموضوع كان هيبقى غريب جدا، كان ما تعرفش كان ممكن يحصل ايه. حصل اجتماع والاتحاد السله جاب الفرقه واتكلم معاهم. انا قصدي اقول لكم انه ماذا لو العكس، احنا ما بنقولش ان في حاجه حصلت غلط او بتاع، بس احنا بنقول ايه العكس اللي يحصل بس لحضراتكم الاجابه، وتعرفوا قد ايه النادي الاهلي. النادي الاهلي جاله الجواب زي اي نادي، ما اعترضش خلاص. المنافسه في الملعب والمنافسه احنا في الملعب وهننافس، وفرقتنا الحمد لله كويسه وان شاء الله ننافس على البطولات، ولكن احنا بنسجل موقف قد نحتاجه بعد كده. هنروح لاخبارنا ونبتدي بكره اليد. ايضا كره اليد بيلعبوا دوري السوبر دلوقتي. كابتن طارق محروس المدير الفني، وطبعا هيكون معانا كابتن ياسر الرملي بفكر حضراتكم رئيس الجهاز في الفقره الحواريه، وهنعرف منه حاجات كتير تخص جمهور النادي الاهلي. الجوله الخامسه كان مع نادي المعادي، فزنا على نادي المعادي بنتيجه طبعا الشوط الاول بنتيجه 33-21. الشوط الاول خلص بنتيجه 16-10. الفرقه لعبت 5 ماتشات، كسبنا 4، خسرنا مباراه واحده من نادي الزمالك. المشوار لسه طويل على فكره، المشوار طويل. الدوري لم يحسم، سواء خسارتك او مكسب او بتاع، الدوري لسه طويل. نتمنى الفرقه توصل في النهايه تبقى هي في التوب فورم، ونقدر بشكل كبير ان احنا نحسم بطوله الدوري ان شاء الله باذن الله السنه دي. كاميرا الابطال كانت موجوده في الملعب، عملنا التقرير، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع تاني. الحمد لله كانت مباراة في دي خامس مباراة لينا، كان مهم جدا ان احنا نكسبها. طبعا الفترة اللي احنا فيها دي مرحلة ترتيبية، نقطنا مع نقط فريق المرتبط 2004 ومرتبط 2002. الحمد لله احنا كسبان كل المباريات طبعا باستثناء مباراة الزمالك. المرتبط عندنا 2004 كسبان كل المباريات، منتخب فريق 2002 خسران مباراة واحدة. يعني لو بالترتيب العام احنا ما بين اول او تاني المرحلة اللي احنا فيها، وده الهدف من المرحلة دي ان احنا بنكون في اول 6 مراكز اللي بعد كده بقى مرحلة الحسم بتاعت الدوري. مباراة النهاردة كان فيها تجربة بعض العناصر لسه راجعة من اصابة زي محسن رمضان، في ناس كانت بعيدة شوية عن اللعب الفترات اللي فاتت، برضك اديناها فرصة كبيرة النهاردة في المباراة. يعني خدنا الهدف مباراة، استعاد الثقة لبعض اللاعبين، مكسب المباراة، فالحمد لله. هو احنا المرحلة اللي احنا فيها احنا 18 نادي بيبقى بيجمع النقط بدايتنا مع نقط اعتبارية لفريق 2002 و2004، بياخدوا بعد كده اول 6 فرق بيلعبوا دوري رايح جاي، وبعد كده بياخدوا 4 فرق بيلعبوا دورتين مجمعتين على بطولة الدوري. فاحنا زي ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي احنا في المرحلة الترتيبية، واحنا واخدين الهدف بتاع المرحلة دي ان شاء الله. فوز كان مهم لينا، كل ماتش في الدوري مهم طبعا، دي المرحلة التمهيدية اللي لسه في الأول، فكل ماتش يهمنا بحيث ان احنا على آخر الدوري نبقى خلاص دخلنا في أعلى في البيك بتاعنا كفورمة يعني. الحمد لله النهارده كان مستوى كويس والأداء كويس، والفترة الجاية يبقى أحسن إن شاء الله. مهمة طبعا، لازم كل ماتش ناخده ماتشه، كل ماتشات مهمة، مفيش ماتش نستسهله أو ناخده برعونة أو حاجة، كل ماتش نديله حقه وندي الفرقة قدامنا حقها، وإن شاء الله الفترة الجاية يبقى مستوى أحسن والمكسب يعني إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين طبعا على المكسب. المباريات دي احنا يعني طبعا فرق ليها احترامها، بس احنا بنجرب اكتر عدد من اللاعبين. كابتن طارق بيدي فرصه الدور الاول ده كله ان احنا في لاعبين كتير يشاركوا عشان نقف على تشكيله معينه ونعرف مين اللي هيبقى اكتر جاهزيه في الدور الثاني اللي هو اللي هيبقى الادوار الحاسمه، يعني الدور الثاني والدور النهائي ان شاء الله. الدوري كله بقى قوي، كل الفرق قويه، كله بقى مدعوم بفرق مواليد 2098، فالدوري كله بقى بنسبه كبيره ان هو في يعني المستويات قريبه من بعض. فطبيعي انت الدور الاول هيبقى دور قوي، بس في نفس الوقت دور تاهيلي اكتر، لان مش هيبقى محسوب من ضمن في مجاميع الصعود يعني. فاحنا الدور ده هيبقى تاهيلي لينا ان شاء الله. في الدور الثاني والدور النهائي يبقى الشكل افضل يعني ان شاء الله. الحمد لله كانت فتره النهارده، يعني الماتش النهارده كان بخطوه للفتره الجايه. كنا نلعب نازلين مقررين ان احنا نلعب بنجرب حاجه خطط جديده عشان ماتشات النهائيات ان شاء الله الفتره الجايه. ربنا كرم وفي حاجات اشتغلنا وجت وحاجات لسه بنظبطها، فالماتشات دي يعني بالنسبه لنا زي التمارين. هو الدوري يعني مش جامد قوي، الماتشات كلها بتبقى في ليفل، والخصم بتاعنا الزمالك بيبقى في ليفل تاني خالص. هو ده الماتش اللي احنا بنجهز له طول الموسم، خصوصا ان احنا الدوري الفتره دي السنه دي بالذات
جاي بشكل جديد ان انت هتقابل الزمالك خصم بتاعك اربع خمس مرات، فانت هتتحطي في الستريس ده كتير، فانت بتقعدي تتمرني له وتتمرني له وتتمرني له، بس هي كده كده كل الماتشات في ليفل تاني خالص غير الزمالك. زي ما حضراتكم سمعتوا في التقرير انه احنا في مرحله الترتيب دلوقتي، 18 فرقه بيلعبوا، هيلعبوا يعني مش رايح جاي، هيلعبوا مباراه، يعني انت تلعب 17، كل فرقه تلعب 17 مباراه، 17 جوله، وبعد ما تلعب هتترتب الاول من الاول للسادس، هيطلعوا يلعبوا دورتين مجمعتين، يحددوا مين اول اربعه، وبعد كده يطلع الاربع فرق الدور النهائي يعملوا او يلعبوا مباراه، يلعبوا جوله واحده يتحدد منها بطل الدوري. يعني بالتقريب كده عندنا 17 ماتش، وبعد كده 10 ماتشات، ادي 27 ماتش، وبعد كده 33 ماتش كله اتلعب منهم خمسه لغايه دلوقتي، فالدوري مش كبير ولسه احنا في الترتيب. يعني مباراه الزمالك مباراه كان يهمنا نكسبها وكل حاجه، بس دي ترتيبيه، ان شاء الله نتاهل من السته اللي فوق، وان شاء الله نتاهل من الاربعه اللي فوق. المهم لما نوصل للاربعه نكون في التوب فورم، وده كلام الجهاز الفني وكلام اللاعبين، هم فاهمين هم عايزين ايه، ينقصهم توفيق ربنا. يعني توفيق ربنا هو ده الاهم، ولقاءات الحاسمه تبقى لسه عليها بدري، يمكن بعد بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله في بدايه السنه الجايه. دي كانت اخبارنا البدايه، خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل اخبارنا ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين اخبارنا هنروح لكره اليد السيدات. كره اليد السيدات بيلعبوا برضو دوري السوبر زي الرجال بالظبط، وكان في مباراه طبعا امبارح مع مركز شباب ششت الانعام. الفريق الاول لكره طبعا بقياده الكابتن يحيى يوسف فاز 38 كره اليد، انا اسف كره اليد سيدات، فازوا 38-1، نتيجه كبيره قوي. وطبعا زي ما مش محتاج افكر حضراتكم، الفرقه دي كسبت كل البطولات السنه اللي فاتت. بس الحقيقه اللي عايز اتوقف هنا، الماتش كان اتلعب على صاله نادي العاب دمنهور، انا عايز اتوقف هنا، ودي رساله اتحاد كره اليد، ايه الاستفاده من العب مباراه تنتهي 38-1؟ مش قصدي نادي الاهلي، الاستفاده المتبادله. ايه اللي هيستفاده مركز شباب ششت الانعام انه يخسر من النتيجه دي، وايه المستفاده انه النادي الاهلي يكسب كده؟ الاستفاده تبقى اكتر لو لعبت مستويات قريبه منك. لازم نظره من نظام الدوري للسيدات، انا وجهه نظري كده، لازم يبقى في نظره لدوري كره اليد سيدات. ليه؟ لان فرق المستويات ده مش طبيعي، مش لازم اعمل دوري فيه 17 18 نادي، ممكن اعمله مجموعتين، دوري ألف بس مجموعتين، مجموعة 6-7-8 فرق متقاربين، ومجموعة 6-7 فرق متقاربين، بس مفيش وجه استفادة أبدا إن المباراة يخلص 38-1، مفيش استفادة، لا 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 مركز شباب ششت الأنعام استفاد ولا النادي الأهلي استفاد. طب ليه؟ هي دي رسالتي لاتحاد كرة اليد، لازم يراجع الدوري كرة اليد سيدات. كرة اليد رجال ما عندناش المشكلة دي، المستويات يعني حتى المعادي الماتش اللي فات برضو الدنيا قريبة، في هات وخد وفي ندية متبادلة بتخلص، يمكن فرق كبير فرق صغير بس في ندية، انما ما فيش ماتش في الرجال بيخلص 38-1. فدي رسالتي، يعني الخبر ده كنت محتاج اتوقف عليه. هنروح لكرة السلة رجال اللي بيلعبوا دلوقتي مباراتنا مع وداد بوفريق الجزائري، المباراة تقام على صالة اسكندرية في الشاطبي، شارة اتحاد اسكندرية بالشاطبي، والشوط الاول او الربع الاول والثاني خلص نتيجه 33-27 نادي الاهلي. طبعا الفرق كان وصل 33-23، ولكن بعد تايم اوت لوداد بوفريق نجح السكور او نجحت الدنيا ان هو يقلل السكور لفرق ست نقاط فرق. طبعا الفرقه ماشيه كويس، يعني في اخطاء، انا متابع المباراه، في اخطاء بسيطه، ولكن مستر اجوستي بيحاول يتلاشى الاخطاء دي. احنا متسيدين المباراه من الاول من البدايه للنهايه، يعني الشوط الاول تقريبا خلص 22-18 4 بونت، الشوط الثاني 6 بونت، يعني احنا كسبانين مجموع الشوط الاول منفصل او الربع الاول منفصل والربع الثاني منفصل، كسبين ده لوحده وده لوحده 4 بونت وده 2 بونت، كان ممكن يبقى اكتر نتيجه اللي حصل في اخر الشوط او الربع الثاني. طبعا القائمه خلينا افكركم، اللي بيلعب 12 لاعب، هم الامريكي مايكل تومسون وعمر عزب ده في مركز صانع الالعاب، ايهاب امين واحمد مهيب وعمر زهران ومحمد ابو النصر وعمرو الجندي في مركز الاجنحه، احمد حمدي وعبد الله ناصر والامريكي مايكل فكوادي وعمر طارق وسيف سمير، دول في مركز لاعبي الارتكاز. نتمنى التوفيق، المباراه النهارده مهمه جدا عشان دي صداره المجموعه، لو تصدرنا المجموعه تريحنا جدا جدا، هيبقى في طريقنا بس مباراه قبل النهائي الصعبه شويه، ممكن تبقى مع نادي بيروت. نادي بيروت ده وصيف البطوله اللي فاتت واحسن فرقه دلوقتي في لبنان، بس انا اتصور شفت الفرقه، يعني اتصور ان شاء الله ان احنا لو قابلناها في قبل النهائي ممكن نكسبها.
ده يعني برؤيه، يبقى يعني برؤيه مجرده يعني، مش انا اتمنى النادي الاهلي طبعا يفوز، ولكن فنيا لا، النادي الاهلي احسن ان شاء الله. كل التوفيق لفريق كره السله رجال، واكيد هنقول لكم ان شاء الله لو المباراه خلصت واحنا معاكم هنقول لكم النتيجه ايه. طيب الليله طبعا النهارده عندنا اول مباراه، النهارده الليله اول مباراه النادي الاهلي كره السله سيدات بيلاعب نادي الشمس في اولى مباريات بطوله القاهره. الفريق الاول لسيدات كره السله بنادي الاهلي بقياده مديره الفني علي هاشم بيلعب دلوقتي مع نادي الشمس في اول ماتش من ماتشات بطوله منطقه القاهره زي ما قلت لحضراتكم. الماتش بيتلعب على صاله الشهداء الصاله الصغيره بنادي الاهلي الجزيره. الاهلي عنده ماتشين بكره وبعده، ورا بعض، النهارده بكره بعده، الطيران هليوبوليس بكره وبعده على الترتيب. فريقنا عندها طبعا عدد كبير من الغيابات على راسهم نادين السلعاوي اللي بنقول لها الف سلامه ربنا يشفيك، رجعت بكورونا من الكاميرون ببطوله افريقيا للمنتخبات اللي حصلوا فيها على المركز السادس. فريقنا السنه اللي فاتت خدت كل البطولات، خسرت بس يعني لعبوا وشاركوا في اربع بطولات، كانت بطوله القاهره فازوا بيها السنه اللي فاتت، الكاس فزنا بيه، دوري المنطقه، دوري السوبر المصري فزنا بيه، خسرنا بس دوري المرتبط فزنا بيه، دوري السوبر اللي خسرنا بيه، دوري السوبر، انما السوبر المصري فزنا بيه. فكل البطولات فزنا بيها السنه اللي فاتت ما عدا دوري السوبر، ان شاء الله السنه دي ناخد كل البطولات، ويا رب الغيابات ترجع، يا رب الغيابات تبقى افضل ونادين ترجع والدنيا ترجع والفرقه تكتمل وياخدوا راحتهم، لان داخلين على معمعه جامده جدا. طيب هنروح لرجال الكره الطائره في النادي الاهلي بقياده الكابتن محمد مصالح ميدو. الفتره طويله الدوري مش باين هتلعب امتى، وده موضوع كارثي الحقيقه للمنتخب وللانديه، محدش عارف الدوري هتلعب امتى. فطبعا عملوا ماتش ودي، لعبوا الاتحاد فزنا 3-1، واتلعب امبارح الماتش على صاله الامير عبد الله الفيصل، ودي صور من المباراه. كابتن محمد مصالح ميدو كان الاولويه عنده مش المكسب ولكن يجرب كل اللعيبه. لما بتقعد فتره طويله بالشهور بتتمرن مفيش ماتشات بتمل، وعصران ومحسن ده كان المشاركه الاولى ليهم الصفقات الجديده. شايفين كابتن محمد مصالح واقف هناك في جون اليد بيتفرج على الماتش. لا سيبوا الصوره دي شويه يا جماعه، رجعوا لي الصوره دي. يعني لو شفتوا الصوره دي هتلاقوا كابتن محمد مصالح ميدو مش واقف على البنش، هو واقف من زاويه معينه عايز يشوف حاجات معينه. اهي الصوره دي، هو واقف في جون اليد، واقف في ظهر فرقته عايز يتفرج على. طبعا انت في الماتش بتبقى واقف على البنش في حاجات ما بتشوفهاش، هو عايز يشوف حاجه معينه، ودي واقفه الحقيقه لمدير فني استقبال ضرب الراجل اللي جاي المحترف ان شاء الله كمان اسبوع ل 10 ايام هيسد الثغره دي. بيفكر زي ما انتم شايفين نظره، مش نظره تفكر وتطبيق. الحقيقه كابتن محمد مصالح ميدو شئنا ام ابينا، والكلام ده مش محتاج كلام كتير، هو افضل مدرب العاب جماعيه انا في رايي في كل الالعاب في كل الانديه. لما مدرب ياخد هذا العدد من البطولات ويحافظ عليها ويمشي بالمعدل ده في البطولات، وما تقوليش عشان موجود عبد الله عبد السلام واحمد صلاح النجمين الكبار بتوعنا، ولكن في سنه من السنين هو خد افريقيا وما كانش معاه النجمين الكبار دول. فقصد اقول لكم انه اكيد النجمين دول اضافه كبيره وخلونا نكتسح ونكتسب كل البطولات، ولكن كابتن محمد مصالح ميدو من انجح او انجح المديرين الفنيين في الالعاب الجماعيه بنتائجه بارقامه، ونتمنى ان شاء الله التجربه دي تبقى موجوده في كل الالعاب الجماعيه جوه النادي الاهلي. هنروح لنجمتنا او معجزتنا هنا جوده في تنس الطاوله. هنا جوده عملت حاجه معجزه كبيره جدا، ده الطبيعي بتاعها يعني، هي ارقامها ونتائجها كلها اعجاز. هنا جوده صاحبه ال 15 سنه لعبت في بطوله الجمهوريه 17 سنه و 19 سنه وفازت بيهم. والله زي ما بقول لكم، والعمومي كمان يعني لعبت بطوله الجمهوريه عمومي وفازت بيه، يعني متخيلين؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميها يا رب. نجمه يعني انا يعني حاجه يعني ما بتلحقش، بتصور 19 سنه 17 سنه الصبح كسبت، بالليل بتلعب فاينل 19 تتصور بالكاس العمومي. يعني انا يعني بجد ما عنديش كلمه اقولها غير ربنا يحميها بجد هنا جوده. يا رب تكمل على كده، نتمنى نشوف لاعبه مصريه على صداره الرانك العالمي على الصينيين نفسهم. وانا اتصور ان هنا جوده لو مشيت بهذا المعدل بدليل ان هي بتتصدر تصنيف العالمي تحت 15 سنه، واكيد تحت 15 سنه في لاعبات صينيات، يعني ما هو الصين موجوده في كل الاعمار، فكون هنا جوده تبقى متفوقه عليهم. لو احنا مشينا بالمعدل ده، احنا مش حسبه بسيطه، هي بتكبر وبتكبر معاها الجيل ده، لما يوصل الجيل ده 22 23 سنه اللي هو بقى السن اللي بيبتدي يلعب عمومي ويتسيد العالم، لو هنا جوده مشيت بالمعدل ده وحافظت على هتبقى في الصداره العالميه، وممكن ليه لا تحصل على ميداليه اولمبيه، وليه لا تحصل لنا على بطوله عالم. يعني قصدي اقول لكم ان هنا جوده معجزه بمعنى الكلمه، ويكفي انها صناعه اهلاويه خالصه منذ ان كانت طفله، يعني منذ نعومه اظافرها زي ما بيقولوا، وهي
صناعة أهلاوية خالصة وكل صورها وكل وتاريخها وذكرياتها ومدربينها الحقيقة النادي الأهلي. وكابتن أشرف فتاح رئيس الجهاز أشاد طبعا بالإنجاز الكبير ده وسعيد جدا بالفوز وسعيد جدا بالمستوى اللي بتقدمه هنا جودة وأكيد كل النجمات واللاعبات التانيين وأكيد نجومنا في تنس الطاولة. طيب هنروح للإسكواش. في بطولة أمريكا المفتوحة بتتلعب دلوقتي في أمريكا، عندنا ثلاثة نجحوا يتأهلوا لثمن النهائي. طيب مين هم؟ مصطفى عسل، وعندنا يوسف سليمان، وعندنا نادين شاهين. دول الثلاث لاعبين من النادي الأهلي. تاني مصطفى عسل، يوسف سليمان، نادين شاهين، فازوا في الأدوار الأولى وهيلعبوا دور الستاشر. بس الحقيقة نادين سكتها صعب، هتلاقي في دور الستاشر نور الشربين حظها وحش إنها وقعت في دور الستاشر مع بطلة عالم نور الشربين. مصطفى عسل هيلعب بطل فرنسا، فيعني الدنيا قريبة وإن شاء الله مصطفى عسل. الأهم من مصطفى عسل وصل إن إحنا اطمننا على كتفه. مصطفى عسل زي ما حضراتكم فاكرين كان اتعرض لإصابة وما كملش البطولة اللي قبل كده لها نيت سويت، ما كملش البطولة وخرج وماسك كتفه وكان حاطط تلج. وقلنا لكم هنحاول قبل النهائي قدام علي فرج وقلنا لكم هنطمن وبتاع مش عارفين نتواصل معاه، هو طمنا. ولكن أكبر دليل إنه تمام مباراة الفوز دي وتأهله لثمن النهائي دي أكبر مكسب. نادين ماتشها جاء صعب بس تقدر ليه لأ. عندنا كمان يوسف هيقابل البطل السابق محمد الشرباجي، برضو ماتشه صعب بس يقدر إن شاء الله. هو ولد صاعد برضو بقوة كويسة، يوسف سليمان من أحد اللعيبة يعني المميزين جدا جدا. هنروح لمونديال، دي أخبارنا جوه النادي الأهلي أو لعبتنا جوه النادي. هنروح للأخبار المحلية. مونديال الكرة الطائرة هتلعب الصيف القادم، واللي مصر تأهلت ليه مش عشان هي أول أو تاني أفريقيا، ولكن هي كانت تالت أفريقيا تأهلت بالرنك العالمي. رنكنا العالمي كويس فدخلنا في بطولة العالم، لأن في 12 فرقة بيتأهلوا تأهل مباشر والباقي بيتأهل بالرنك العالمي. مصر وقعت في مجموعة طبعا وده المتوقع، أنت طالع يعني بتأهل زي ما بيقولوا صعب، فلازم تقع في مجموعة صعبة لأن أنت بتتحط في ليفل يعني رابع كمان. وقع في المجموعة معانا مين؟ الأرجنتين، إيران، هولندا، معها مصر. يعني يمكن الماتش اللي ممكن نلعب عليه شوية هو ماتش إيران يعني ممكن، إنما الأرجنتين فريق صعب جدا، ممكن نعمل حاجة الله أعلم. بس هولندا فريق صعب برضو، ما بنحبش لغة الأرجنتين، تالت أولمبياد بسم الله الرحمن الرحيم كده. وهولندا أحد عظماء اللعبة في أوروبا. إيران يمكن اللي ممكن يعني إيه لو استعدينا كويس. طيب هنا في رسالة بقى، إحنا الكاس العالم أهو تاني، كاس العالم أو بطولة العالم في الصيف، يعني عندنا نقول 3 شهور ومثلا نقول 5-6 شهور كمان 9 شهور. لازم إعداد نار، لازم إعداد نار. الاتحاد اللي جاي بعد الانتخابات لازم يحط، ما عندوش رفاهية الوقت، لازم التمويل يتوفر بسرعة. وانا متاكد وزاره الشباب والرياضه مش هتتاخر في حاجه زي كده. لو عجز الاتحاد في التمويل او بحث عن مصادر تمويل ما لحقش يقدر يلجا لوزاره الشباب والرياضه تموله. لازم من دلوقتي نبتدي نشتغل. الكره الطائره لينا فيها تاريخ كبير في بطولات العالم، نقدر وعندنا رابع عالم ناشئين وتالت عالم، عندنا يعني انجازات نقدر نحقق ليه لا. فلازم يتحط اعداد جيد. اكيد الاعداد ده برده مش هيروح حاضر، لو ربنا كرمنا وقدرنا يعني نعمل ماتش كويس مثلا مع ايران او تعدينا كويس وما توفقناش في بطوله العالم، ده هينفعنا في بطولات افريقيا القادمه ويبقى عملنا نوال المنتخب. لازم نتلاشى المشاكل اللي حصلت في بطولة افريقيا اللي فاتت. طيب عندنا حدث عالمي كبير هيحصل على ارض مصر اليومين الجايين، وهو بطوله العالم للرمايه. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قابل امبارح اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرمايه عشان يناقش معاه اخر التطورات والاستعدادات لاستضافه مصر بطوله العالم للرمايه على الاطباق المروحيه. البطولة زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده هيشارك فيها 350 لاعب ولاعبة من 15 دولة، وهتتلعب على ميادين الرماية في مدينة نصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية في الفترة من 12 و17 أكتوبر اللي جاي. ودي أحلى حاجة، أحلى من البطولة نفسها إنها تتلعب في العاصمة الإدارية. أنا بالنسبة لي الوزير اطمن طبعا على كل الترتيبات، لأن طبعا مصر هي طبعا الأساس أو قبلة العالم دلوقتي في سلسلة من البطولات الدولية اللي تم استضافتها. بس بين قوسين في بطولة العالم للأندية، وده كان غريب شوية. يعني هل ده يعني لكرة السلة اللي وزارة الشباب والرياضة هتدعمها إن مصر تستضيفها؟ تصفيات البال الأفريقية لكرة السلة اللي هيكون فيها نادي الزمالك، وبطولة لأن عالم الأندية اللي هيبقى فيها طرف نادي الزمالك. الحقيقة يعني لما يبقى في عندنا 15-16 بطولة الدولة بتنظمهم باسم منتخب مصر، ويبقى في بطولتين
هتنظمهم برضو او هتدعمهم الوزاره للانديه لازم نتساءل، هل ده توجه جديد؟ يعني نادي الاهلي لو نظم بطوله انديه لكره اليد عندنا في صالتنا الوزاره هتدعمها؟ ده تساؤل. هل لو نادي الاتحاد السكندري، بلاش نادي الاهلي عشان الناس ما تقولش ان احنا، هل نادي الاتحاد السكندري العريق النهارده بطوله عربيه بينظم البطوله العربيه عنده على ارضه، هل الوزاره دعمته؟ يعني ده سؤال، هل الوزاره دعمت تنظيم بطوله زي دي؟ احنا بنتساءل هل ده اتجاه جديد للوزاره؟ هل لو اي نادي تاني تقدم يعني دلوقتي في بطوله افريقيا لكره السله سيدات بيدوروا لها على حد يستضيفها، النادي الاهلي دايما بيستضيف البطولات دي، ولكن دلوقتي في وضع كورونا ومساحات وفقاعه واوتيلات وحجز ودنيا صعبه، هل لو نادي الاهلي تقدم مستضافه وطلبها هل الوزاره تدعمه؟ هنا السؤال، لان طبعا كانت موضوع غريب شويه وموضوع جديد، مش غريب جديد. الجديد انه السياسات كلها هي بطوله العالم للرمايه وقبليها السلاح وقبليها الخماسي وقبليها بطوله الجمباز والدراجات، لا ده عد بقى، وبطوله العالم لليد يعني عد كتير، يعني بطولات كتيره جدا خلال سنه نجحت مصر تنظيمها، بس كان الطرف اللي مشارك هو منتخب مصر. يلا بينا خلاص احنا كده خلصنا اخبارنا، خلينا نطلع لفاصل عشان نستقبل ضيفنا الكابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي، نائب مدير النشاط الرياضي لشؤون التعاقدات. عندنا كلام كتير عن كرة اليد وأيضا عن التعاقدات للألعاب الجماعية الأخرى، انتظرونا بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. في البداية برحب بالكابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي رجال وأيضا نائب مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي. أهلا بك يا كابتن. أهلا بسادك منورنا في قناة النادي الأهلي. الله يخليك، ده بنورك يعني، وأهلا بحضرتك والسادة المشاهدين إن شاء الله. كده أعزائي المشاهدين نطلع لفاصل أو نطلع لتقرير نتكلم عنه أو اتكلمنا عنه عن الفريق والتحديات، خلينا نشوف كده وجه حضراتكم تاني. استهل الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس مشواره في الموسم الرياضي الحالي بحصد بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على نظيره وداد سمارة المغربي بنتيجة 29-24 في البطولة التي أقيمت بالمغرب مطلع الشهر الجاري، ليرفع المارد الأحمر رصيده من الألقاب بهذه البطولة لأربع بطولات تحققت في أعوام 2013-2017-2018 ثم 2021، ليحجز الشياطين الحمر مقعدا في كأس السوبر الإفريقي للنسخة المقبلة والمقرر إقامته العام القادم، وهي المباراة التي تؤهل الفائز بها للمشاركة في بطولة العالم للأندية سوبر جلوب. ويسعى الفريق بقيادة كابتن ياسر الرملي رئيس الجهاز لرسم البسمة على شفاه الجماهير الأهلاوية وحصد ألقاب الموسم الحالي في ظل المنافسة القوية مع المنافس التقليدي الزمالك. وتبدو التحديات كبيرة وعديدة للاعبي القلعة الحمراء خلال هذا الموسم، فنجد أن الإصابات ضربت الفريق بقوة قبل خوض كأس السوبر الإفريقي بعد إصابة ثلاثة لاعبين هم محسن رمضان، عمر خالد كاستيلو، أحمد هشام سيسا، والأخير نجح في خوض اللقاء لكنه أصيب سريعا بعد تدخل قوي من أحد لاعبي الزمالك ليخرج محمولا على الأكتاف. كما أن الفريق في مرحلة بناء وإحلال وتجديد ويحتاج لخوض المزيد من البطولات لاكتساب الخبرات اللازمة للهيمنة على البطولات سواء المحلية أو القارية، ولكن يبقى التحدي الأكبر وهو التتويج بكافة البطولات، وهو ما يعمل الفريق عليه خلال الفترة الماضية سعيا للفوز برضاء الجماهير الأهلاوية. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن يعني في تحديات زي ما قلنا بتواجه الفريق كابتن ياسر، بس خليني ابتدي مع حضرتك من الجانب المضيء، الجانب الجيد. يمكن السنه اللي فاتت كان عندنا بطولتين اللي هم بطوله الدوري وبطوله الكاس، لم نوفق في الدوري بعد مباراه فاصله مع نادي الزمالك وادينا فيها اداء جيد بشهاده الكل يعني، ولعبنا الكاس بعديها بيومين ثلاثه في وقت احنا كنا نفسيتنا يعني اكيد انت خسران بطوله ونفسيتك صعبه يعني. كلمني عن ظروف المباراتين دول وظروف البطولتين كانوا دول ازاي، يعني ايه اللي حصل وازاي قدرنا نحول الهزيمه لمكسب في الكاس. زي ما حضرتك قلت كده، يمكن هرجع شويه قبل الماتش الدوري. يعني يمكن احنا من السنه اللي فاتت الحمد لله انا توليت المسؤوليه ب
بتكليف من مجلس الإدارة، وطبعا مع كابتن طارق قعدنا كونا فرقة كانت جديدة السنة اللي فاتت، نزلنا بمستوى العمر ل 24 سنة السنة اللي فاتت، انضم 5 لعيبة جداد كلهم صغيرين السن. الحمد لله أدائنا طول الدوري بشهادة جميع الناس من النادي الأهلي كان أفضل فريق جماعي، أفضل أهداف، أفضل هجوم، أفضل دفاع، حراسة المرمى على أعلى مستوى، فريق شاب. الكرة اللي بيقدمها النادي الأهلي الحمد لله كانت كرة يد جيدة، كرة يد جيدة. يعني هنيجي نقول إن إحنا يمكن الماتش الدوري كانت آخر كرة الإسلام دخلت جون، الحكم شافها. إحنا ما بنحبش دايما نرمي لوم على حكام او حاجه، شاف ان الكره دخلت الجون بعد يعني كان فيها يعني عدم توفيق، واحنا اتكلمنا يعني في قناه النادي الاهلي، وكان فيها برضو اصابه للطيار انه كانش طيار بيلعب، كان جات له ظروف كورونا. الحمد لله لعبنا ماتش فيصل خسرناه على غير المتوقع بفرق هدف، ودي كانت لحظه صعبه. ويمكن في لقطه كانت مشهوره ان كابتن خطيب نزل لنا في الملعب بالزبط. وقال انتوا فرقه كويسه وانا بشكركم على المجهود اللي انتوا عملتوه كلكم، محدش قصر. انتوا هتوعدوني ان انتوا مش هتحطوا راسكم تحت، احنا قدامنا 4 ايام في ماتش نهائي مع الزمالك في الفاينل كاس، انا شايف وهاجي بركلكم بفوزكم الكاس. الحمد لله الولاد على المستوى الخبره اللي موجوده في الفرقه، سواء احنا عندنا 2-3 لعيبه هم الخبره، اسلام مصري مع اللعيبه الجداد، قدرنا الحمد لله ان احنا نلم الفرقه والولاد تاني. اتعمل ماتش الكاس يعني 10-10 الحمد لله، الماتش انتهى بفارق للنادي الاهلي، وقدرنا ان احنا ننهي الموسم نهايه جميله في اخر بطوله اللي هي بطوله الكاس. انما احنا فعلا حتى الدوري يا كابتن خسرناه، انا بس بحب اوضح حاجه. يعني حتى الدوري خسرناه كان يعني بشرف، يعني مباراه فيصل دي بتبقى وفرق جون بتبقى يعني الواحد بيبقى فيه توفيق، يعني قرار حكم قرار لاعب. بس يعني قصدي اقول انه كان موسم يعني بالنسبه للولاد الصغيرين كان موسم الحمد لله يعني ببطوله واداء كويس. ابتدينا الموسم ده الحمد لله ربنا كرمنا وبطوله ابطال الكؤوس، يعني كانت بدايه جيده جدا، بطوله جيده، كان مشارك 8 فرق يعني جيدين، لعبنا بطوله بره في ظروف صعبه كورونا. اتكلمنا عن البطوله وتحدياتها والمكسب بتاعها. طبعا البطوله زي ما حضرتك قلت كده، رغم اعتذار بعض الفرق التونسيه او الفريق التونسي انه يبقى موجود، انما البطوله صعوبتها كانت في الوقت بتاعها. بطوله افريقيا جايه لك في بدايه فتره اعداد، الولاد لسه راجعين، انك تبتدي تلعب بطوله افريقيا عدد 8 ماتشات في 14 يوم صحيح. وقت صعب جدا، كنت دايما دي لازم تبقى في نص سيزون على الاقل، يعني دايما البطولات بتجينا يا اما في شهر 4 او في شهر 7 بتبقى انت بتفنش بيها السيزون، انما هي البطوله جت لنا صعوبتها كلها انك جايه لك في اول السيزون. خلي بالك هي مهمه، كانت جايه بعد الاولمبياد مهمه كمان عشان تحجز مقعد في السوبر السنه اللي بعديها، اكيد يعني بطوله بجميع المقاييس مهمه. البطوله طبعا زي ما قلت كده موضوع الكورونا، احنا كنا قاعدين في فندق 14 يوم بنخرج دلوقتي نروح التمرين نرجع نروح الماتش. الفرق الافريقيه تطورت بشكل كبير جدا سواء على مستوى الرجال او السيدات، كان معانا الفريق المغربي تقريبا متجمع فيه افضل العناصر كلها في فرقه وداد سماره، كان معاه مدرب المنتخب هو المشرف على الفرقه في البطوله. فريق انجولا جاي تقريبا بالمنتخب ما عدا عنصرين المحترفين في اوروبا. لا كانت بطوله السيمي فاينل والفاينل كان مستواهم قوي، الحمد لله ان احنا قدرنا نسعد جماهيرنا وان احنا نرجع البطوله تاني بعد بعدها عن النادي الاهلي لمده 3 سنين، فالحمد لله كانت بطوله والاهم جيدة. كمان ان حجزت مقعدك السنه الجايه، يعني يمكن الطرف الثاني ما تحددش لان بطوله دي كانت استقبال حضراتكم في المطار بعد الفوز ببطوله ابطال الكؤوس، وطبعا مجلس الاداره والاستاذ العام فاروق كان رئيس البعثه، والحقيقه الراجل يعني كان سعيد جدا بانجازكم. لا وكان له دور بصراحه جميل جدا، يعني ما كان معانا لحظه بلحظه، ما سابناش دقيقه، طبعا 14 يوم احنا ما بنتحركش من الاوتيل وهو معكم، كان بيتابع كل ظاهره كبيره. مجلس الاداره طبعا برئاسه الكابتن الخطيب
كان يوميا على اتصال مع الوزير العامري بالبعثه، بيتابعونا دعم من اعضاء مجلس الاداره من قبل ما نسافر. الكل كان متشوق ان بطولات افريقيا ترجع تاني. الحمد لله ان الولاد قدروا يسعدوا جمهورهم ان احنا نجيب البطوله، بطوله عزيزه على النادي الاهلي، وجت في وقتها الحمد لله. ولما رجعت يا كابتن انا اتصلت بحضرتك، كنت عايزك تشرفني في القناه، قلت لي لا انا مش هاجي لان طبعا احنا مركزين عشان مباراه السوبر الافريقي. والحقيقه السوبر الافريقي احنا دخلنا بمعنويات عاليه جدا، وكان اكيد حضراتكم نفسكم تسعدوا جمهور النادي الاهلي. ايه اللي حصل ملابسات المباراه وايه اللي حصل؟ لا هو طبعا كان فيها كذا عامل، انما احنا كنا مستعدين جدا، انما احنا حصل عندنا اصابتين مؤثرين جدا. ان احنا طبعا ما بنحبش نطلع نقول في الاعلام اسباب او تحكيم او او او، لان احنا طبعا مقنين النادي الاهلي بمنحدر. يعني اي حد بيلبس التيشيرت الحمراء هيقدر يعمل زي احسن لعيب في الفرقه واكتر لعيب خبره، انما احنا الجانب اليمين كله يعني محسن طبعا لعيب تقيل، الباك رايت بتاعك عمر كاستيلو الوينج رايت بتاعنا الاساسي، اتنين يغيبوا منك في وقت قاتل قبل البطوله وهدفين وهدفين والاثنين اساسيين. ويمكن اصابه محسن في الماتش السيمي فاينال، محسن كان عامل بطوله عاليه جدا، كان في التوب فورم بتاعته في الماتش السيمي فاينال، ويمكن انا بوجه له التحيه من برنامج هنا تاني مره. يعني هو اصيب في السيمي فاينال ويمكن ما حسش بالاصابه، وقع على كوعه بالليل كوعه ورم، وكان عنده اصرار غريب جدا ان انا هلعب، يعني هلعب يعني هلعب الفاينل وهلعب الفاينل. كان عنده كسر في الكوع، وقال لك لا انا هربط والعب. طبعا احنا مع طبيب قلنا لا، كان في ريسك انه ممكن يلعب بطوله ماتش السوبر، انما احنا طبعا قلنا لا ما نقدرش، سلامه اللاعب اهم، انما تاثيره كان وغيابه قوي، رغم ان احنا طبعا قدرنا ان احنا نجيب انخل الباك رايت يلعب معانا. طب اختيار انخل كان ازاي؟ يعني انتوا شفتوه ازاي كجهاز؟ يعني ليه اخترتوه؟ اسباب اختياره كانت ايه؟ هو طبعا لاعب يعني لاعب جاي جدا. المفاوضات جت ازاي؟ اختياره جه ازاي؟ لا هي كانت المفاوضات جاريه من قبل بطوله افريقيا، واحنا كنا مختارين المركز ده لان احنا عندنا محسن، الاثنين او اللاعب اللي بعد محسن هو لاعب ناشئ لسه طالع من 2000، وفي مهاب سعيد وهو ادى كويس جدا. لا ده لاشين مهاب 18 سنه. 18 فيعني احنا الحمد لله يعني رغم ان احنا نزلنا بالعمر السنه اللي فاتت، احنا الفريق الوحيد اللي متصعد منه ثلاثه من عندهم 20 سنه واعدين من جيل المنتخب اللي خد بطوله العالم. لا النادي الاهلي فيه اكبر عدد ناشئين في الدرجه الاولى. ودي حاجه يمكن اخرج بس بره السؤال حضرتك، ما فيش فرقه بتتبني بتغيير كبير وتقدر تحقق نتائج، يعني تحقق البطولات. يعني بس احنا نجحنا في بطولتين وده الحمد لله، ده انجاز. يعني يمكن يعني جمهور الاهلي كلنا متعود والنادي الاهلي متعودين على البطولات، بتغير بقى جيل بتعمل ناشئين، ده حاجات دي تخصك النادي الاهلي ما يعرفش غير البطوله وخلاص جبت البطوله ما طبعا. وده جمال النادي الاهلي، مش دايما ابدا البطولات وعظمه النادي الاهلي على جميع الالعاب، يعني بما فيهم كره القدم. انت السنه اللي فاتت مكسر واخد بطولتين افريقيا، خسرت الدوري لا الدنيا كلها كانت تحس انك انت مثلا ما جبتش بطوله بقالك اربع سنين. النادي الاهلي بالنسبه له المكسب هو الاساس بالظبط، وعشان كده اكيد حضرتك متقبل، يعني اكيد حضرتك بتقرا وبتشوف الهجوم ساعات بيحصل، الناس بتبقى زعلانه اكيد، فاكيد حضرتك بتتقبلوا ده واكيد مقدرين زعل الجمهور. اكيد اكيد دي عظمه النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي، ان اللاعب لما يعني هو يقول لك في النادي الاهلي تقيله، تلاقي اللاعب مكسر الدنيا في اي نادي، يجي صحيح. في النادي الاهلي تحصل له طبعا السيستم هنج عنده طبعا التيشيرت تقيل ينزل تحقيق السوفت وير اللي عنده على التيشيرت مش بكل النادي بياخد وقت عقبال ما بيتاقلم ويروح نادي تاني، يعني بعد فتره ممكن يروح نادي تاني ويثبت نفسه ولاعيبه تقيله تلاقيه بقى خرج من النادي الاهلي وبقى هداف الدوري في الكوره مثلا. يعني في طب ما انت رجعت تقيله مسؤوليه تقيله، والجمهور عايز اللعيب يقدم من اول دور. انت جايب لعيب من النادي الاهلي، خلاص اللعيب ده انا اخترته، يبقى عارف ان هو جاي عنده صحيح. مسؤوليه، انما يمكن احنا العذر ان الولاد صغيرين. فزي ما بقول لحضرتك احنا كان موضوع انخل ان احنا
تبعتوه ازاي؟ مين اللي رشحه؟ طبعا احنا مرشحناه في المركز ده لان ده المركز الوحيد اللي عندنا فيه محسن. محسن لعيب تقيل، بس طبعا يعني ما فيش لاعب بيشيل 60 دقيقة في بطولات تقيلة زي كده، وجاينا في بداية السيزون في جزء من الفرقة لسه جاي برضه من الأولمبياد، فبدأنا نتكلم. ويمكن هو تأخيره كان بسبب ان هو انتقل من نادي الدحيل القطري الى نادي الكويت الكويتي، فده أخر وصوله معانا شويه. ويمكن احنا كنا صرفنا نظر خلاص انه هيجي وهنعتمد على محسن ومهاب ولاشين ان هم يبقوا ليهم الدور مع مكمل مع محسن، انما جت اصابه محسن خلتنا لا ان احنا لازم يجي. ما عندكش باك رايت تلعب بيه البطوله، ما عندكش غير وينج، يعني انت عندك وينج واحد فقط في الوينج رايت، في الباك رايت ما عندكش غير لعيب 18 سنه ولعيب 20 سنه، انت محتاج وفجاه تحطهم في ماتش سوبر مؤهل كاس عالم في مصر والزمالك. فطبعا الحمد لله قدرنا ان احنا نيجي، مشكله البطاقه الدوليه بتاعته اتحلت، اتسجل تاني في الكويت وكده. بس هو برده يمكن احنا هو الولد يعني معذور، طبعا هو لعيب تقيل ولعب الماتش بخبراته احرز 6 اهداف، انما هو لو كان معانا من بدري شويه واتمرن، ان هم برضو في الكويت ودول الخليج ما ابتدوش الدوري برضو فما لعبوش مباريات دوليه. طب المفاوضات كانت معاه ولا مع النادي الكويتي ولا مع الاثنين؟ معاه ومع النادي طبعا، والنادي برضو انت عارف حضرتك يعني النادي الكويتي لسه شاريهم من نادي الدحيل، فبرضو كان عندهم قلق. احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس انا عرفت ده هيلعب في بطوله العالم مع فرقه رايحه الوحده السعوديه، لسه متعاقدين معاهم. البطولات الدوليه دايما بتساعد انك انت تاخد لعيب او انا قصدي اقول ان تجربته مع النادي الاهلي الناس قيمتها انها تجربه ناجحه، عشان كده الفرقه بدات احنا كنا موفقين فيه، يعني قصدي اقول ان احنا كنا موفقين فيه. طبعا هو يمكن ودي بشهاده الجمهور وكده من افضل اللعيبه اللي تم تدعيم بيهم في بطولات سوبر، بطوله افريقيه، انك تجيب لعيب. طب فكرتوا ان هو يكون معانا موسم كامل يا كابتن مسا ولا ده مش مطروح دلوقتي؟ صعب متهيألي احيانا، عنده ارتباط مع نادي الكويت الكويتي وهو واللعيب تاني واخدينهم، ليهم طموح نادي الكويت الكويتي انه ينافس في بطوله اسيا. اعتقد ان احنا الحمد لله يعني ان شاء الله اولادنا يعني لا يقل كفاءة طبعا، كفاءة ومهارات. يمكن طبعا الولاد الناشئين قدامهم شوية، انما هما الاثنين مستقبل مصر في كرة اليد في المركز ده بإذن الله، يكون ليهم دور مع محسن. محسن الحمد لله رجع، ويمكن لعب في التقرير اللي حضرتك كنت عامله، رجع في ماتش عادي على خفيف كده. لا ان شاء الله يرجع مستوى محسن من اللعيبه المميزين في مصر كلها. كاستيلو يمكن قدامه اسبوعين، يعني كنت شايف ان محسن يستحق ان هو على ما يعني انه يكون في الاولمبياد، يعني هو هو من اللاعبين اللي ادوا حتى السنه اللي فاتت موسم جيد جدا بارقامه بالارقام. طب يا كابتن هطلع بره شويه عن سياق الحوار، هتكلم في موضوع التعاقدات شويه. يمكن عشان جبنا التعاقد اللي حصل والتدعيم اللي حصل في الفريق يعني قبل بطوله السوبر الافريقي، هتكلم على تعاقدات. لما بنيجي نتكلم على لعيبه كبار، يعني مثلا مش هقول اسامي بس يعني خلينا نقول بعض الاسامي الاسترشاديه زي علي زين، زي الدرع مثلا اللي راح الزمالك، زي لعيبه كبار زي دي، جمهور الاهلي عنده تساؤل، طيب ليه ما بنحاولش يعني اللعيبه دي تكون عندنا؟ ليه ما بنتفاوضش معاهم؟ هل بيتم التفاوض؟ سياسه التعاقد في النادي الاهلي، مش هتكلم على الاسماء بس هنتكلم على السياسات. يعني اكيد يمكن المجلس الاداره الموقر السنه دي كان عمل نهج انه قعد مع كل طلب من كابتن رؤوف ان كل مدير او كل جهاز سواء على مستوى الرجال او السيدات يحط الاستراتيجيه بتاعته لمده 5 سنين. ممتاز. كل ده كلام مره نسمعه. لا ده فعلا واتعرض على المجلس، ويمكن ما فيش تعاقدات بتتم غير بعد ان كل مدير فني حط الاستراتيجيه بتاعته، هو بيهدف لايه، محتاج ايه تدعيمات السنه دي والسنه الجايه واللي بعدها، وايه يعني الرؤيه، خطه خمسيه. ففي خطه معروضه على جميع الالعاب، الصالات بالنسبه لنا للرجال والسيدات، باسكت وفولي والهاندبول. فطبعا في رؤيه انت عايز مين وبتدعم لايه وتجيب مين، وده موجود. طب الرؤيه اللي حضراتكم طرحتوها ايه؟ احنا بالنسبه لنا طبعا زي ما قلت لحضرتك انت طرحت اسمين، ويمكن انا بقول زي حاجه مع حضرتك بتقول لي حضرتك علي زين. علي زين انا نفسي قعدت معاه السنه دي، وكان في شبه اتفاق انه هو حابب يرجع النادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا كنا مرحبين بيه. علي ابن من ابن النادي واسم كبير زي ما حضرتك بتقول كده، ونجم يقدر يكسب مع الولاد يبقى داعم بالخبرات
يقدر انت بتحتاج دايما في الفرقه اللي بتتبني يبقى عندك اربع خمس ست عناصر خبره مع الولاد طالعين بحيث ما تحسش بالفرق او بالاحلال والتجديد وتاخد التايم اللي انت عايزه عشان تبني الفرقه. ويمكن اتفقنا على كل حاجه مع علي وكان عاملين حاجه بس ان هو عنده عرض من برشلونه ووصل لمرحله معينه هو قدامه يومين ثلاثه او يمضي او كده وكنت عايز اقول لحضرتك هو كان حابب انه يرجع النادي الاهلي بس طبعا يعني احنا كنا متفقين انه لو لعبوا اول لعيب عربي يلعب في برشلونه او لعيب مصري فرصه انا بتمنى له التوفيق انما احنا متفقين هو لعيب مصري بس في لعيبه عرب لعبوا برشلونه وائل جلود بس هو طبعا يعني برضو يعني عشان بس الكلام ده لازم يتوضح لجمهور النادي الاهلي يعني حضرتك قعدت مع علي زين وقعدت واتكلمت معاه واتفقتوا على كل شيء يمكن وهو كان مرحب باستثناء ان هو لو اتفق برشلونة مع برشلونه هيظبط مع برشلونه نأجل الموضوع ده فيعني هو علي موجود طبعا احنا يعني ما بنسكتش احنا طبعا الاحلال لازم هيكون بيتم كل سنه لازم نشوف ايه اللي ناقصنا مين هيقعد مين هيمشي انما احنا عندنا خطه للتدعيم الفريق على مجلس الاداره واتعرضت والحمد لله احنا ماشيين بنهج جميل يعني في مركز او حاجه ممكن يحتاج تدعيم الفتره اللي جايه او السنه اللي جايه هنقعد تاني وهنقيم لان طبعا انت كل شويه لازم تجدد انت الفريق بتلعب على بطوله فمحتاج دايما انك انت تبقى طبعا عندك القدره على المكسب خصوصا ان احنا السنه دي الدوري طويل زي ما قلت في التقرير احنا عندنا 33 ماتش يعني احنا هنلعب 17 وبعدين في 10 اول 6 هيبقى دورتين والاخيره دي برضو دورتين يعني الاربعه دورتين طيب يبقى 33 ماتش 33 ماتش لا هو 33 انا افتكرت الفتره الاخيره هتبقى دوره واحده لا يعني احنا لسه بدري لسه بدري البقاء للاقوى يعني اللي عنده يعني اعمار وعنده سن لسه الدوري هيخلص في شهر 5 اللي جاي لان في بطوله افريقيا بعد, يعني بعد الراوند ده فيعني هيبقى في الفتره اللي جايه في اعاده تقييم تاني للفتره اللي فاتت بكل النجاحات انا طبعا عارف ان احنا خسرنا بطولتين بس الحمد لله احنا بفريق جديد وزي ما حضرتك قلت كسبنا بطولتين يعني اعظم فرق معلش يا كابتن في بطوله منهم مباراه بالظبط مباراه يعني خلاص احنا يعني بنقولها خسرنا الدوري السنه دي ان شاء الله احنا قعدنا مع اللعيبه تاني بعد خساره السوبر طبعا خساره كانت صعبه ما حدش مننا كان متقبلها كلنا كنا متوقعين سيناريو الماتش كان ماشي ان احنا كاسبين باريحيه لا انا عايز اتكلم مع حضرتك بالتفصيل بس خلينا نطلع لفاصل لان انا عايز اقف شويه على مباراه السوبر والاحداث اللي حصلت والتحكيم بس خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضرتك اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونكمل كلامنا مع كابتن ياسر الرملي ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن ياسر يمكن كنا هنروح لماتش السوبر قبل الفاصل بس عندي الحقيقه استفسار وانا هنا بستفسر زي جمهور النادي الاهلي عايز يسمع من حضرتك ردود لكل شيء بيدور في ذهنه. ليه النادي الاهلي مثلا ما بيخشش في صفقات لعيبه بدون ذكر اسامي طبعا مع كل الاحترام لكل اللعيبه انا اتكلمت على علي زين لانه كان ابن النادي يعني بس في لعيبه ثانيه بتروح هنا وبتيجي هنا وبتاع ليه النادي الاهلي يقول لك النادي الاهلي غني ويقدر ويدفع ويجيب ده ب 7 مليون ويجيب ده ب 8 مليون ايه المشكله النادي الاهلي يجيب الدنيا ماشيه ازاي في الموضوع ده؟ لا هو اكيد طبعا النادي الاهلي عنده قدره زي ما حضرتك بتقول انه ممكن يشتري لعيب ب 8 ولاعيب باكتر او كده انما هي ما هوش كده هي النادي الاهلي منظومه اداريه وده بيحس فيها اي حد بيجي جوه النادي من اول صحيح. في نشاط رياضي في مدير تنفيذي للنادي في اصول مفيش حد بياخد قرار فردي مفيش حد بيدير حاجه لوحده فانت ممكن في نادي واحد بياخد قرار هدى ماشي ده نديله ده من تحت الترابيزه وكده في النادي الاهلي ده حاجه مش موجوده فيه انما برضو انت ما تقدرش انك يبقى رينج اللعيبه انت لازم يبقى فيه عدل في الفرقه الجماعيه دي صعوبه الفرقه الجماعيه ان الولاد لازم يبقى فيه عدل انت ما تقدرش تجيب لعيب مثلا ياخد اضعاف اللي عندك ياخد اضعاف وانت اللعيب ده ما يكسبش لوحده انا ما اقدرش اجيب واحد مثلا ب 8 9 وانا عندي واحد باقصى واحد باخد 3 وده 2 هتبتدي اللعيبه وده بيحصل في الانديه الثانيه وبيحصل فيها مشاكل انما احنا وده من النادي الاهلي من ايام كابتن صالح كابتن حسن حمدي كابتن خطيب اسس ماشيين عليه وده نجاح النادي الاهلي. فا احنا حابين نجيب نجوم وان شاء الله بنوعد جماهيرنا ان احنا نقدر نجيب نجوم محتاجاه الفرقه وتتماشى مع الاطار
اللي مبني جوه الفريق يعني افهم. وده بيخلينا يعني اتفضل كابتن. لا انا عايز اسمعك. لا بالعكس اسمع. سواء نجم او بجيب لعيب في مرحله سنيه معينه لازم اسويه بالناس اللي عندي. ما اقدرش اجيب واحد اديله مثلا 10 قروش واللي عندي القدره ان انا اجيب زيه بالظبط ونفس السن ومعاه في المنتخب اديله 5. ما انا لازم يعني فانا ممكن ابص لصفقه واحده ان انا هدفع فيها 10 بس انا بقى اللي عندي دول لازم هعليهم هم كمان. لا يبقى الصفقه دي بتكلفني 20 يعني. صحيح. فانت منظومة. هي منظومه العدل وماشيه انها من سهل انك تدفع 50 60 مليون وتجيب فرقه وتعمل وكذا. انما ما هياش دي رياضه. وكمان يا كابتن معلش يمكن انا اسف اعذرني يعني النادي الاهلي عنده كره يد رجال وكره سله رجال وكره طايره رجال. بالزبط. فانت لو ميزت اللاعب ده انا بتهيألي يعني انا راجل لاعب كره سله لو بصيت جنبي في التمرين اللي قبليه لقيت لاعب كره يد جه انا زيه في المنتخب وجه خد 4 5 اضعافي اكيد هزعل برضه هقول لك لا ما تديني زيه. اكيد انما احنا طبعا لازم يبقى فرقتنا على اقوى مستوى. المجلس الاداره بصراحه ما بيدخرش اي حاجه اي طلبات لينا بيلبيها اي احتياجات فنيه عمر الكابتن خطيب بنفسه يعني يمكن ده التكريم اللي كابتن خطيب عمله مع ابطال الكؤوس قبل ماتش السوبر يعني كان يوم ما جينا يعني وكان كابتن اصر على يجيب الفرقه ووقف اجتماع مجلس الاداره وقعد مع الاولاد وكان له يعني بصراحه يعني لا انا شايف انه واقف جنبكم بشكل كبير جدا. المجلس الاداره كله بيدعمنا والمجلس ما بيدخرش جهد في ضم اي لاعب مميز من اي نادي طالما هيفيد الفريق ولعيب جيد سمعته كويسه. دي اهم حاجه. يمكن في التعاقدات برضه حضرتك هتلاقي ان الاولاد اللي جايين يعني الحمد لله كلهم على مستوى خلق عالي. احنا فريق الهاندبول من احسن عناصر على انا قلت كده قلت الاخلاقي الجماعي الاولاد ملتزمين جدا مفيش مشكله حاصله جوه الفرقه. طب كابتن خليني اسالك احد تساؤلات الجمهور يعني برضه احنا هنا بكل صراحه وما عندناش حاجه يعني نخبيها. بيبقى في ساعات اخطاء فنيه وده طبيعي جدا. أكيد. انا واقف على الخط لاعب بلاش اتكلم على المدير الفني بتكلم على لاعب اخطا فنيا حاجه عملت بنشتغل على اخطائنا دي يعني ايه انتوا كجهاز بتعالجوا الاخطاء ازاي؟ ما هو ده طبيعي ان في فريق شباب ومش فريق بينقص الخبرات. هل بنقعد نشوف الفيديوهات؟ هل بنقعد ندرس بنقعد نتكلم بنشتغل على اخطائنا؟ طمنا يعني. اكيد احنا عندنا محلل الحمد لله في التقني في الفرقه كل حاجه بتتطور. الماتشات التدريبات بتتصور في بعض التدريبات لازم يبقى فيه موجود بتتصور في التدريب ده عمل قد ايه بتتقطع لكل لعيب حاجته ده اتشاط فين ده عمل ايه لان حاجه حل في الالعاب الجماعيه خصوصا يعني في كره اليد الاحصائيات اساس انا دلوقتي انت بين الشوطين لازم المدرب بتجيله الشيت فيه كذا ده شاط هنا ده عمل كذا قبل كذا. فلا طبعا دور المحلل دلوقتي او التقني ده بقى وبيقعد مع كابتن طارق هل مثلا بيعرض عليه اللي شايفه هل الحاجات دي اللعيبه قبل كل ماتش بيبقى فيه فيديو فيه محاضره كل الماتشات بيبقى اللعيبه دي بتشوط هنا ده هنا انت اخطائنا احنا الدفاع اللعيبه نفسهم بيتكلموا بيبقى فيه كابتن طارق دايما بيدي اللعيبه فرصه ان هي تتكلم. ابراهيم مصري مثلا قائد الدفاع يطلع يقول له كلمتين يا اولاد كذا في الدفاع اسلام في الهجوم مع الاولاد. لا يعني حتى اللعيبه نفسهم بيبقى ليهم فتره هم بيتكلموا كمان مع نفسهم بيقعدوا مع نفسهم يقعد يشوف الفيديوهات في جروب للفرقه تتكلم عليهم لهم الفيديوهات يتفرجوا عليها لينك معين بيقعدوا يبصوا يشوفوا الفيديوهات كل واحد يشوف حاجته الاجوان جت منين اخطائنا يعني الشغل الفني انتوا كجهاز بتشتغلوا عليه يعني طبعا. مش بس خلي بالك دي تساؤلات جمهور النادي الاهلي ولازم نحطها على الترابيزه لان طبعا مهم نتكلم بكل وضوح وبكل صراحه. طيب خلاص احنا اتكلمنا على التعاقدات والملف التعاقدات وطبعا هنتنقل على ماتش السوبر. ماتش السوبر يمكن شفنا بعض الاخطاء التحكيميه وانا بتكلم بكل امانه يعني ان الاخطاء التحكيميه يمكن ابرزهم الكره الاخيره بتاعت الجذب اللي حصل من احمد الاحمر وسحب ابراهيم وقعوا جامد يعني حال ما يقدرش يقابل الراجل اللي بيشوط. شايفين الاخطاء التحكيميه دي هل هي جزء من كره اليد ولا كنتوا شايفينها مبالغ فيها في ماتش السوبر يعني قريتوها ازاي؟ والله هي طبعا الاخطاء التحكيميه هي جزء من اللعبه
انما هو للاسف يمكن بقى دلوقتي مع وجود الفار وكده بدات تقل شويه، يعني تلاقي احسن حكم والكره جنبه بياخد قرار بيرجع الفيديو يشوفه يرجع يقول لك بينالتي. طب انت كنت واقف بس كان واقف جنب اللاعب. طب الكره الاخيره دي ما كانش فيها فار، هل كان دي فار شغال؟ ما فيهاش فار في حد افريقي للاسف ما عملش فار. ومش عايز اقول لحضرتك البطوله الاخيره بس حضرتك لو شفت شريط الفيديو، لو اي حد شاف شريط الفيديو، الكره الاخيره في الشوط الاولاني الكره طلعت من ايد احمد الاحمر والصفاره طلعت في الصاله كلها واضح. كل الناس سمعها وسام خدها بعد وشاطها حضرتك لو وقفت يعني كده خطا في الشوط الاول خطا في الشوط الثاني نهايه الشوط الاول والشوط الثاني. والكره اللي قبل الاحمر كره خبطه في رجل خالد وليد، انما احنا مش طبيعتنا نطلع بعد الماتش يا جماعه والتحكيم ذبحنا، انما اي حد هيراجع لا احنا في اخر خمس دقائق كان في مش اقل من ثلاث اربع اخطاء تحكيميه كلها غير صالح النادي الاهلي. الهدف اللي في الشوط الاولاني ده جاي بعد الصفاره بعد صحيح. مش مثلا هي الكره في الجون ولا فيها لغط او كده. والغريب ان الحكم والترابيزه حتى انا نزلت الترابيزه اتكلمت معاهم قال لك الحكم ما رجعلناش او كده. انت المفروض انت تقول له تقول له ده كانت واضحه جدا يعني واضحه جدا لان فعلا حضرتك فكرتني بحاجه صحيحه. اخر الشوط الاول الكرة مش في راحت في طريقها للجون، لا دي باصة الباصة قبل ما يستلمها سامي الكرة طب هل لوائح الاتحاد الافريقي تسمح ان انت تقدم تظلم تعترض على المباراة ولا اللوائح دي ما فيش فار مش هتقدر تحسبها هكذا يعني ما اقدر اقدم لو في فار انما طبعا مش ترجع له على الاقل تروح للحكم الحكم يبص عليها وده حصل في بطوله العالم هل بعد المباراه اللوائح تسمح لك ولا برضو الموضوع لازم بقى دي اخطاء تحكيميه طبعا الشده بتاعت الاحمر دي اكيد الحكم لو شافها وهي يعني لازم يبقى ظهره بس هو تقريبا عارف يا كابتن ما شافهاش الله اعلم طبعا احنا مش من النوع اللي نطلع نعلق اخطائنا يعني على شماعة التحكيم على شماعة بس احنا بنناقش كعامل كان مؤثره عامل انا بقول لحضرتك احنا عندنا مش اقل من 8 اخطاء تحكيميه في المباراه دي أنا عندي. ضد النادي الاهلي عندي الثمان اخطاء دي على فكره بس فيعني زائد الاصابات دي كانت حاجات مؤثره بس خليني اقول لك كابتن برضو هل انتوا حاسين برضو بحاجه يمكن دي الكره وسام معلش يا جماعه عدوها تاني انت لو دي اللي حضرتك كان قصدك عليها بالظبط يعني كل اللعيبه ده كانت بقول حتى يعني وسام وقايم هو متوقع ان هي يعني حضرتك الكره خرجت من الاحمر وراحت له الصفاره ادوها يعني عدونا اللعبه تاني يا جماعه كل ده الاعتراضات انا عايز اللعبه خلي بال حضرتك انه يعني بص اللي في الملعب كله اللي في الملعب كله سمع صفاره يعني بيبلغني طبعا ناجي في الاعداد ان كل الملعب سمع الصفاره زي ما حضرتك سمعتها بالزبط. يعني انت عندك جونين كده وانت خسران جون بالظبط مش هكلمك عن باقي الاخطاء اللي في الكره اللي في رجل خالد وليد دي برده كانت الكره هتبقى الهجمه هتبقى معانا طب يا كابتن هقول لحضرتك بامانه انا كلاعب لما انا ببذل مجهود وانا هكلم حضرتك بامانه والله مش عشان انا بحب النادي الاهلي او انا اهلاوي وافكار النادي الاهلي انا شايف ان الفرقه فنيا كويسه والفرقه افضل انا اسف انا رؤيتي كده انا حر اقول اللي عايزه يا كابتن ولا انا غلطان هل اللعيبه ممكن يقول لك انا طيب ماتش زي ده انا افضل وكنت اكسب احبط جينا بعد كده على ماتش الدوري واحنا داخلين محبطين تلقينا هزيمه بفرق خمس اهداف نتيجه الاحباط يعني بتعالجوا الموضوع ده ازاي بس خلينا نسمع اجابتك بعد الفاصل اعزائي المشاهدين هنرجع لفاصل سريع ونرجع نعرف اجابه الضيف كابتن ضيفنا منورنا كابتن ياسر رملي ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد كابتن ياسر نكمل كلامنا طبعا عن موضوع الاحباط انا كلاعب لما يعني ماتشات انا بكون افضل فيها وده وضع طبيعي انا لاعب واتعرضت بالمرحله دي حضرتك رئيس جهاز وكابتن طارق محروس وهو اب الفرقه كلها بتعامل ازاي مع الموضوع ده والله يعني احنا ماتش السوبر ده خلينا كلنا محبطين يعني انا محبط نفسي طبعا الله يكون في عونكم عايز حد برضه يعني قعدنا وقت كده تشك لان احنا طبعا كنت حاسين انتوا الافضل حاسين احنا الافضل حاسين البطوله قريبه نجم الساحلي يعني اعتذر البطوله جت لنا فكنا حاسين هي حاجه جت لنا وجت بعد بطوله افريقيا وكسبنا حسيت انها مكتوبه لك كنا حاسين بكده فيعني الحمد لله الحمد لله على كل حاجه على كل شيء طبعا في موضوع الاحباط الولاد طبعا احنا في عادات مستمره معاهم الدوري زي ما حضرتك قلت في التقرير الدوري لسه طويل ترتيبي لسه كله في المرحله الترتيبيه دلوقتي لازم الولاد هم حاسين ان هم الفرقه احسن يمكن النهارده احنا كان عندنا تدريب قبل ما اجي من 4/6 في قاعده بنتكلم مع الولاد كلنا تعهدنا ان شاء الله ان الدوري السنه دي هيبقى دوري ان شاء
النادي الاهلي ان شاء الله كده. الدوري غاب 3 سنين هنرجعه تاني للنادي الاهلي زي ما بطوله افريقيا غابت عنها 3 سنين ورجعناها ان شاء الله. ان شاء الله هنرجع تاني الدوري النادي الاهلي برضو عشان الناس تبقى عارفه من برنامج حضرتك احنا اكتر نادي واخد الدوري بكره اليد. صحيح 23 دوري ان شاء الله ده يبقى ال 24 اكبر فرقه اخذت بطوله الدوري باذن الله. الدوري السنه دي يبقى بتاعنا لصالح جمهورنا هنخليهم باذن الله هم الدعم لينا. انا برضو دايما حضرتك هنا كده هم الداعم الاول اللي هيزيل الاحباط من اللاعبين. هو دايما جمهور الاهلي هو اللاعب رقم واحد زي ما بنقول هو طول ما هو في ظهرنا مع اللعيبه والجهاز ان شاء الله هنعدي الفتره دي واحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك طبعا. دعم الجمهور بيفرق كتير بيفرق جدا بيفرق كتير لما اللاعب يحس ان الجمهور في ظهره وده حصلت كتير يعني مش اول سنه ولا لا دي مواقف في النادي الاهلي بجمهوره الفرقه بتخسر بيقول لهم لا انتوا طالما هم شايف الجمهور شايف الفرقه بتأدي ما بتأثرش مفيش تقصير مفيش اللعيبه بتتمرن على التدريب يمكن هو ماتش النهائي ده الماتش الاخراني اللي في الدوري ده اللي هو اللي حصل يمكن اللعيبه كانت داخله باحباط عالي جدا كانت محبطه فهو ده كان نتيجه برضه عدم احساس انه مش مؤثر لسه معايا لسه الماتش مش مؤثر متهيألي كمان كان عندنا برضه الاصابه انت يمكن قلت لحضرتك انت قدرت تعوض اصابه محسن وكاستيلو بانخل في ماتش السوبر قعد توازن شويه انت لعبت من غيره ما تقدرش ولسه محسن كان مصاب لسه محسن في المعادي ما لعبش معانا فانت الجنب اليمين كله مش موجود مش معاك موجود. اهم بس بتهيألي السنه الجايه انتوا محتاجين دعم في المكان ده يا كابتن محتاجين بتهيألي ان شاء الله يعني هنشوف كده قاعدين مع كابتن طارق عندنا كذا تصور لدعم الفرقه زائد ان باذن الله برضو يعني الولاد اللي طالعين مهاب ولاشين هيكونوا انا بقول لحضرتك طب كابتن انا احب برضو اقول لك خبر حلو على الهواء كده وحضرتك نائب مدير النشاط الرياضي ان فريق السله فاز 68-49 نتيجه الحمد لله وداد بوفريق كده احنا في دور الثمانيه مباشره طبعا نتيجه كبيره 20 بونت تقريبا 19 بونت نتيجه كويسه خصوصا فرق 6 بس يعني كان الشوط الاول الشوط او انتصاف المباراه كان فرق 6 بونت للاهلي الف مبروك ده برضو مجهود لحضرتك يحسب لان طبعا اداره النشاط الرياضي كابتن رفعت قادر أكيد. الفرقه وظبط النتائج والحاجات دي اكيد طبعا. طيب وعندنا بكره ماتش فتح السعودي ماتش مهم برضو بس كده بنسبه كبيره احنا كده ان شاء الله في دور الثمانيه. طيب خلينا يا كابتن نروح على نخرج بره كره اليد شويه. انتوا حضرتك قلت ان في استراتيجيات اتحطت استراتيجيات لمده 5 سنوات اتعرضت على مجلس اداره في البدايه ويمكن احنا نادي الاهلي للسبب انه بيفكر كده ما فيش نادي في مصر بيفكر بلان او شورت تيرم بلان او 5 ييرز بلان ما حدش بيفكر كده. الانديه الفرقه الثانيه اللي هي السله والطايره رجال وسيدات تصوراتهم كانت عامله ازاي؟ يعني نبتدي مثلا بكره السله. يعني كره السله طبعا بعت عين مستر اوجستي وكان في قبلها ماريو بالما. مستر بالما حط برضو تقرير قايم لكابتن رؤوف تم دراسته وقبليه كابتن اشرف كل ده يعني خدته في الاعتبار اخدناه في الاعتبار. مستر اوجستي طبعا لما جه طلب المراكز اللي هي محتاجه التدعيم بص على فريق الناشئين مين طالع منه برضه ويمكن برضه الناشئين كانوا السنه اللي فاتت يعني طالعين بس ما كانش لسه ليهم دور يتمرنوا وكان ادوار بسيطه طبعا السنه دي مع مصر اوجستي شايف كده بداوا الاولاد يدخلوا التعاقدات كانت متحدده من قبل ما طب يا كابتن صفقه عمر عزب ومروان سرحان كان في الاول فيها شويه تعثر مع سموحه وبعد كده وانا يمكن كنت بكلم حضرتك يعني نعرف الاخبار ايه او الدنيا كنت بتطمني كنت جايب يعني الثقه دي منين هم عندنا؟ لا طبعا رغبه الولاد كانوا حابين يجوا رغبه الولاد طبعا انت النادي الاهلي دايما يقول ايه الولاد اللي بيشتري النادي الاهلي النادي الاهلي بيشتريه صح فطبعاً صح لاعب حلمه انه يجي النادي الاهلي مش هنسيبه والنادي الاهلي محتاجه طبعا الاداره بذلت مجهود كبير بكابتن الخطيب وبعض اعضاء مجلس الاداره بالتواصل مع المسؤولين في نادي سموحه معايا مع نشاط الرياضي خلصتوا صفقه تواصلنا وخلصنا الصفقه ويمكن دي صفقه حصل فيها تبادل لعيبه فولي يعني صفقه مركبه شويه فيعني دي حاجه جديده يعني يمكن او من الحاجات القليله اللي حصل فيها تبادل صفقات. طب خلينا كره السله خلاص رجال وسيدات حضرتك شفتوا التقارير. طب بالنسبه للطايره كابتن محمد مصالح حميد وعرض عليكم استراتيجيه كابتن محمد برضو يعني من المدربين اللي بيخطط جيد يمكن انا كان ليا قعدت معاه السنه اللي فاتت كان حاطط بلان بتاعت السنه اللي جايه هجيب مين متعاقد مع مين عايز مين والسنه اللي بعديها كذا فلا الموضوع منظم
حاطط خطه للخمس سنين اللي جايين. الحمد لله احنا ودعمتوه كمان انتوا كنشاط رياضي بصفقه سوبر السنه دي بصفقتين محمد محسن المحترف كمان وعصران ومحترف محترف في الفريق الامريكي. جاريت كان بيلعب بالاولمبيات مع الفريق الامريكي ان شاء الله هيوصل على نص اكتوبر كده يبتدي يضم فرقه الفولي ان شاء الله. الحمد لله برضو فيها عنصرين ثلاثه فيها عندنا اولاد واعدين جدا اثنين لعيبه برضو على مستوى عالي طلعناهم اعاره بره. طب بالنسبه عشان التوقيت برضو بالنسبه للسيدات برضو كابتن حمدي الصافي كان برضو ليه بلان اكيد طبعا في بلان محطوطه بالتصعيد اخذنا مين في اثنين لاعبات جم جداد من نادي الشمس في لعيبه تصعد متصعده من الناشئين لان النادي الاهلي برضو على مستوى الناشئين الحمد لله جيد وعنده قاعده كويسه وعاملين بقى استراتيجيه ما هوش على مستوى الفريق الاول بس فقط يعني احنا يمكن مع كابتن رؤوف وقطاعات الناشئين في كل مكان رئيس قطاع الناشئين في الفولي والباسكت والهاندبول احنا قعدنا شفنا في كل الفرق اللي ناقصه ايه المراكز اللي احنا محتاجينها في الفريق الاول محتاجه تدعيم طالع مين في فريق 19 وقت ده بياخد وقت ومجهود كبير جدا يا كابتن الحمد لله يمكن في اخبار حلوه يعني احنا مخلصين بعض الناشئين من الاول الناشئين الواعدين في عدد من اللاعبين واللاعبات في الفولي الحمد لله يعني الحمد بيخلصوا الايام دي في الهاندبول حصل نفس الحكايه بتدعيم الناشئين بتشوف الناشئ المميز الموهوب اللي يقدر يكمل في الدرجه الاولى وانت محتاجه وما عندكش المركز ده ويبقى اضافه يستحسن انك انت تاخده بثمن قليل دلوقتي بدل ما تستنى 3 4 سنين تجيبه بثمن كبير وبرده اللعيب لما يلعب في النادي الاهلي من الناشئين غير لما بتجيبه وهو كبير ويجي ياخد وقت اول ما يتاقلم بس مجهود كبير مجهود بتشكر عليه يا كابتن بتشكر عليه اداره النشاط ويشكر على النادي الاهلي يعني هتدي نجم ثماره بعد سنه او اثنين او ثلاثه طبعا بعتذر لحضرتك الوقت يعني عدى سريعا انا عايز معلومات كتير بس ان شاء الله مش تبقى اخر حلقه يا كابتن ان شاء الله مش تبقى اخر حلقه وعايز اقول لحضرتك دايما الاخبار بتبقى دايما على يعني على ايد حضرتك كويسه النهارده كره السله 68 74 37 السيدات كسبوا نادي الشمس النهارده 74 37 في بطوله المنطقه فده برده خبر جاي لسه الماتش خلصان من شويه طبعا مبروك وبشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن ناصر رامي نورتني وشرفتني وشكرا لدعوه حضرتك الكريمه طبعا وحضرتك يعني استفدنا كتير واتكلمنا في كل حاجه واكيد ان شاء الله كل التوفيق لكم يا كابتن باذن الله اعزائي المشاهدين ده كان حوارنا مع كابتن ياسر رامي نتمنى ان احنا نكون حطينا كل تساؤلات جمهور النادي الاهلي على ترابيزه الحوار النهارده ونتمنى كمان كابتن ياسر رد على كل تساؤلاتكم بكل شفافيه وكل وضوح بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه وانتظرونا في حلقه جديده مع الابطال